الغباء جند من جنود الله. فجر اليوم توجه جيش جرار حرفيا إلى الشارع الذي تقطن فيه والدة العجوز، وحيدة بعد وفاة والدي رحمه الله. أغلقوا الشارع ومنعوا الناس من المرور ووضعوا المتاريس وخبطوا وخبطوا وخبطوا، ثم دخلوا وقلبوا البيت رأسا على عقب. افتح الدرج ده، افتح الباب، افتحي أبصر إيه، وإلا هنكسره. خدوا أوراق وصور، ما تبقاش عارف خدوا إيه وسابوا إيه. عايزين إيه يا ابني؟ هكذا سألت أمي. لا أملك حتى رخصة قيادة. بتعملوا كده ليه؟ عشان معتز؟ لم يردوا بل سخروا وأهانوا وفجروا، واستمروا ساعة ونصف ثم ذهبوا. وانطلق نفس الجيش الجرار إلى حيث يسكن إخوتي، حتى معاذ اللي بقاله سنة وشهرين قبضين عليه راحوا له البيت في مشهد يليق تماما بالعصابة التي تحكم هذه البلاد. بتروحوا لأمي ليه؟ بتؤذوني بأمي؟ بتهددوني بيها؟ أخبية أخبية. لو شققتم عن قلبي لوجدتم أن كل سيدة مصرية آذيتموها في الثمان سنوات اللي فاتت هي أمي. آذيتموني فيهم جميعا فلم تأتوا بجديد، لم تأتوا بجديد. آلمتموني فعلا، بس مش النهاردة، من زمان، مع ولعة قلب كل أم قتلوا ابنها ظلما وعدوانا على حرمات الله. آذيتموني فعلا مع بكاء كل أم راحت تزور ابنها في المعتقل فلقيتهم عذبوه ولا تملك له شيئا. آلمتم قلبي فعلا مع كل أم أو أخت أو زوجة أو بنت أمعنتم في إذلالها وإهانتها، مع كل زيارة في السجن لقريب لها اتخذ ظلم أصلا. أوجعتموني مع كل أم معتقل ترى ابنها يموت شيئا فشيئا نتيجة منع العلاج عنه ولا تملك له من أمره شيئا. آذيتموني مع صرخة أم أو أخت أو زوجة مات عائلها نتيجة ظلمكم وفحشكم، اطمئنوا فلم تأتوا بجديد. فكل أم مصرية أمي، وأنتم آذيتموني وآذيتم هذا الشعب ليس اليوم، منذ زمن. وأخويا محبوس، وأبويا مات بعد ما خرج من حبسته بفترة وجيزة ولم نحضر جنازته، ولم يعد هناك من إجرام تركعون به، ولم يعد هناك من إجرام تركعون به. أخانك الفهم أم لم تعد تسمع؟ إننا قوم لغير الله لن نركع، وكل ساقي سيسقى بما سقى ولا يظلم ربك أحدا. والأهم أنكم لن تفعلوا بنا إلا ما كتبه الله علينا. سأقول لكم ما قالته لكم أمي فجر اليوم عندما سألها أحد أفراد العصابة أثناء اقتحام منزلنا اليوم: رأست وصفرت يا فلانة؟ قالت له: نحن قوم نفعل أكثر من هذا، نحن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل وكفى. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، مستمرون بإذن الله وسائرون إلى قدرنا، وهو الإذن الله الخير. ويوم الأربع القادم موعدنا في نوبة صحيان، ويوم الأربع القادم موعدنا في نوبة صحيان. اطمن، أنت مش لوحدك. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الله غالب.